مرحبا، أنا اسمي سليم أحمد من سوريا، أخو المريض أحمد أحمد. أخي يعاني من مرض تليف رئوي، جي من تقريبا من سنتين. تدي للهند، أعاني من التليف، أجريت العملية والآن أشعر بحالة جيدة وأنا سعيد جدا. قالوا لنا الدكاترة أنه ممكن ننطر 6 شهور، 9 شهور، سنة، بس الحمد لله أنه ما اضطرنا غير 1.5 شهر وصاروا العملية وخي هلأ أموره تمام، والحمد لله اليوم بدنا نطلع من المشفى على البيت. والآن أنا بصحة جيدة وأشكر الأطباء والممرضين، كنت هنا سعيد جدا، الكل لطيف معي، الكل سعداء، أني أشعر بالسعادة جدا. أتمنى من الله أن تتم العملية بنجاح أكثر. أشكر الأطباء والممرضين وزوجتي وأخي. يعني من المرض وجينا من سوريا على الهند لنعمل عملية استبدال رئة، والحمد لله تمت العملية والمشفى كويس والدكاترة معاملتهم كويسة. شكرا لجميع الدكاترة وشكرا لمشفى مارينج سيمس، ونحن مبسوطين الحمد لله كثير كثير. كمان أشكر الدكتور كومون والدكتور كابل والدكتور هرشيد والدكتور إيميت والدكتور تيمر شاه ودابل. Thank you very much.